أنا جبت هدية بسيطة لنزلي. ليش عم تكبري الموضوع رفيف؟ ما عم كبر الموضوع يا بيك، ما عم تفهم علي شو بقصد. هاي حياتي وأنا بدي عيشها. طبيعي ما تفهمني، لأنه حضرتك ما بتعرف شو هي الحاجة ولا الفقر. أنت ما في شي تمنيته وما قدرت تملكه. مالك عرفاني شو عم تقولي، حاطة براسك شوية أفكار وما عم تقدري تغيريهم. قول لكان يلا، تمنيت شي وما تحقق؟ ما بتعرفيني منوب، يعني معرفتك إلي سطحية. الحاجة والفقر هي شغلات أنا بعرفهم وعشتهم كمان. نحن مو دائما هيك كنا. لا تحكمي بهالسرعة. يعني رح تسمح لي اشتغل مو هيك؟ رح فكر. شكراً كتير. مفهوم حكي، قلت بفكر. بس لحظة، نسيت هدول. خلص بلا ما نصتهم. طالما بدك توفي ديونك فخلص بتوفيني اياهم دفعة واحدة. عمران، ممكن ترفع لي السحاب؟ كنتي نايمة، ما حسيتي إني أجيت. كنت تعبانة شوي. حكيت مع دكتورتك اليوم، ليش ما قلتي لي إنك كنتي شاكة إنك حامل؟ عم تراقبني يا بيك؟ ديما خانم، لو قلتيلي كنا رحنا مع بعض. كنت حابة بالأول إنه أتأكد. ليك شو صار فيني؟ ما طلعت حامل. أكيد كنتي مقهورة، ما هيك؟ بصراحة هالمرة كنت متأملة. كنت حاسة بشعور قوي جواتي، بس طلع كاذب. بوعدك عن قريب رح تحملي ابنك بين ايديكي، ولا يهمك. انا الصبح لازم سافر على انقرة. ليش؟ استلمنا مشروع جديد، لازم عاين الموقع. اي طيب، لكن انا بوصلك الصبح على المطار. لا لا تتعطل، الشوفور رح يوصلني الصبح على المطار. ماشي، رح جهز حالي. لسا ما لبستي لهلا؟ يا خانم لبست، رح روح بهذا الفستان. تروحي بهاد؟ لك شو، نحن رايحين نجيب خضرة من السوق رفيف؟ ما عندك شي فستان سهرة مرتب؟ بنوب، خليني شوف. لا هذا مو حلو، وهذا ما خرج عن جد ولا واحد حلو. أنا هيك مرتاحة صدقيني. الطول حلو والوزن مناسب. ما فهمت. رح نلاقي لك فستان من فساتين حنان. شكرا خانم. تعي تعي. شكرا خانم. يلا تعي. بس أمي، لسه ما لبستي لهلا؟ يلا شوي ولاحقتك. هالمرة بوعدك ما رح طول كتير، رح أرجع بعد ما أخلص كل موادي. باين مو أنا السبب لترجع لهون بسرعة. رفيف ورا هي الرجعة. والله ماني قدك. رجعوا يتصلوا. شو صاير؟
ما بعرف شو بون من الصبح عم يتصلوا وما عم يردوا. أعطيني هالتليفون. ألو؟ احكي مين أنت؟ أنت مجنون ولا مريض؟ قول ليش عم تتصل فينا ولا؟ ليك رح أعطيك رقمي، وإذا كنت رجالة بتتصل. ما حكى. شو رأيك؟ هذا بيلبق لك كتير. حلو. مستحيل ألبسه لانا. لك رفيف، البنت أرجتك 50 فستان وأنتي لهلأ ما عجبك شي أبداً. لأنه يا خانم ولا واحد فيهم مناسب لإلي. ها؟ هذا رح يعجبك. هذا من أفخم محل بباريس، ما عجبك؟ لا حلو كتير، بستعيره. حلو كتير. حنان هلأ بدي منك تمكيجي رفيف مكياج مرتب ورايق. لو سمحتي بلا مكياج. لك رفيف رح تموتيني، في أحلى من المكياج يا بنت؟ بس ما رح كون مرتاحة شكرا خانم. اسمعيني حبيبتي، انتي بتتذكري التلفزيونات اللي كانوا بيطالعوا مسلسلات بالأبيض والأسود؟ انتي هلأ مثلهم تماما. ها، بس لما نعمل لك المكياج بتتحولي لفول اتش دي فورا. فهمتيني؟ فهمتك خانم. طيب ممتاز. حنان رفيف بأمانتك، خفوا إيديكم واستعجلوا شوي. ماشي روحي. حبيبتي خلصتي لبس؟ بدي شوي لكمل مكياجي. شو هاد يا خالي؟ شو هالحلا كله ما يبلى؟ أنا ولا أنت يا بطل؟ أنا ما بطلع نقطة ببحرك، نجمة عم تضوي، شو بدها تطلع قدامها هالشمعة؟ بعرف إنك مالك قليل بالمرة. رح ترتاح من وشي وما عاد ضايقك بقى. ومين قال إنك مضايقني؟ يعني رح بعد عن رفيف فترة طويلة، حالياً رح نسكر على الموضوع. إيه؟ بهي معك حق، بس هذا ما بيعني إني ما رح أشتاق لك أبداً. وهذا ما بيعني إني رح أنسى رفيف إذا بعدت وسافرت على لندن. فيك تقول يعني إني رح أخذ استراحة من هالحب. ويمكن تلاقي بلندن حب حياتك وتنسى اللي هون. لا لك خالي، رح يضل بالي هون رفيف وبس. أنا ما بحب لف ودور. أنت هلأ سافر وأسبوع منسمع الأخبار. خالي جوليا هون وجيسيكا هون. واضح إنه رح نستنى كتير. خالي شو رأيك نلعب دق؟ عم يحكك جلدك. راسي كبير وبتعرفني. ايه؟ يلا لشوف. وأنا رح بلش. أمينة أنتي متأكدة أني بكرة رح أقدر أشوف الدكتور؟ إيه حبيبتي، اليوم اتصلت وأخذت موعد باسمي. أنتي لا تقلقي، بكرة الدكتور بيشرح كل شيء. ما بعرف كيف رح أصبر لبكرة، أنا أعصابي تعبانة كتير. اهدي حبيبتي، صبري شوي. يسلموا أمينة، عذبتك معي. لا حبيبتي، لا تضايقي حالك أبداً، أنا دايماً رح كون جنبك. حبيبتي، بشوفك. خالي على مهلك علينا، قدر إني مسافر وما بيصير روح وأنا مغلوب. ليك في صالات بلياردو كتير حلوة فاتحة جديد بلندن، فيك تروح تتمرن ومنلتقى. ماشي بوعدك رح خسرك. حبيبي لسه بدك تتمرن كتير لحتى تقدر تخسرني، فلا تستعجل. إذا أنا هلأ خسرت بالبلياردو معناتها لازم أربح بالحب، وإذا خسرت بالتنتين وقتها يا سلام كون فعلا فاشل. رح يجي يوم وتربح. شو رأيك خالي؟ رح يجي يوم وأربح عليك؟ ما بتخيل أبداً. ليش فرحان كل هالقد؟
كرم مسافر أكيد رح يفرح بهالشي. لك لشو هالحكي؟ شو رأيك زدتك من على البلكون هلا؟ تمام تمام خلاص سكتت. أنا جاهزة منطلع؟ يلا لشوف قدامي. أمي شو عم يعملوا لهلا؟ ابني طول بالك شوي. ليكن هاي نزلوا. شكراً. وينها؟ أنا ما شفتها فوق. ليكني ليكني إجيت. ليش تأخرتي شكراً؟ تعرفيني ما بحب استنى. حياتي شو بعمل؟ إلنا ساعتين ملبوكين برفيف. شو برفيف؟ عم تلبس مشان تروح. أنت قلت لها تروح معنا؟ لا حياتي ما قلت لها. نحن عزمناها كمان، هي بحاجة تغيير جو. أمي أنتي سمحتي لرفيف تسهر معنا؟ رفيف اف يا بنتي، كم مرة نبهتك ما تصرخي هيك؟ والله مو حلو الصوت العالي. ما صرخت أمي، عم ناديلا. ايه كيف لقيتوها؟ انا وحنان لبسناها. فعلا طالعه كتير حلوه، يعني الفستان لابق لها كتير. يلا تاخرنا يا جماعه، خلونا نمشي. يلا تصبحوا على خير. بسطوا بوقتكن حبيباتي. يلا بخاطركن. رح قلك سر، هذا الهدوء بيزعجني كتير وبيضايقني نعمة خانم. معقول نحن نكون ختيرنا لهيك عم نتضايق؟ مزبوط نحن ختيرنا، بس أولادنا عم يكبروا زياد بيك وما عاد نشوفهم حوالينا، وهن عم يركضوا ورا بعض بالبيت ويخربوا ويكسروا. عندك حق، وأكتر واحد مزعج بيناتهم كان يعقوب. بس عمران كان يتحمل كتير وبعدين فجأة ينفجر وما حدا بيقدر يوقف بوشه. ايه أكيد طالع لأبوه. واللي ما بيطلع صوتها مريم، ما شفتها بيوم الأيام عصبت أو اشتكت أو طلبت شي، ولساتها لهلأ هيك. حالة هالبنت مانها عجبتني نعمة خانو بنوب. جوات البيت وجودها أو عدمه واحد. اللي مرقت فيه كان صعب كتير عليها زياد بيك. هو هيك مظبوط. ايه قلت لي بكره بدك تسافر على هاتاي، قديش رح تضل؟ لا تتاخر هنيك زياد بيك، رجع بسرعه. لا ما رح تاخر طمني، المولد على شرف سليمان وصار علي مشان اجي. هذا بيضل ابن عمي وانا مو حابب يزعل مني، ومنه بتطمن على رايبين هنيك. وإذا بتقبلي تروحي معي منتسلى مع بعض. لا زياد بيك أنا ما بقدر بصراحة، ماني حابة روح وأترك الأولاد لحالهم، حاسة إنه الوضع مانو منيح. أنت روح وغير شكل وحاول إنك ترجع بسرعة وما تتأخر. إن شاء الله إن شاء الله. وأخيراً وصل الطلب تبعنا. شكراً. تفضلي رفيف هذا إلي. أنا ما بدي شكراً خانم، يسلمك.
لا مو حلو هيك. شو راح يصير اذا شربتي؟ بس مالي متعوده يا يعقوب بيك. هلا ديما ما بتشرب لانها حامل، بس انت ليش ما بدك تشربي؟ شكرا خلص، البنت ما بتحب المشروب. هو هيك، انا ما بحب المشروب. يلا رح نشرب على شرفي. يلا يلا. ها ايه هات لشوف يا سبع، لمين رح تشتاق اكثر شي باسطنبول؟ بصراحة رح أقول وما فيني خبي، رح اشتاق للكل. صار فيني أقول عنك رجال مكولك. لا شكراً، لا تقولي هالكلام عن ابني. ليك اليوم ما بدنا نتأخر بالسهرة، أنا بالزور لقناعتها لأمي لخلتني إيجي. شو حبيبتك لحالة اليوم؟ ما إجا لهيك مبسوط، ما في منافس. رح ترقصي معي؟ مو جاي على بالي. شو في؟ شو صاير؟ لك ما في شي، أنا رايحة أجيب شي أشربه، بدك جيب لك؟ لا أنا جاية معي. هيك لكن طيارتك هلا. والله باقي كم ساعه وبصير بلندن. الله يوفقك. تتذكر عمران قديش كنا نضيعه لكرم؟ انا اللي بتذكر، ودائما كان يهددنا انه بده يترك البيت. اهدوا شوي وحاش تنتفوا بريشه. لو تعرفي شو كانوا يعملوا بابني. ما كان عندهم تسلايه غيري. كان يجي لعنا بنص الليل ويصير بده يلعب ونحن نكون تعبانين وما قلنا خلق، يقوم يزعل ويطلع على غرفته ويضب أغراضه. ما كان يضب غير الألعاب، كيس الألعاب هو المهم، وبعدين يروح يوقف قدام الباب. وعلى فكرة ما كان يطلع لبرا. خلصنا خالي بكفي؟ شو فيها خالي؟ ما في حدا غريب؟ لا شو نسيت رفيف؟ هي مانا من العائلة. انتي منيحة؟ أنا قايمة على الحمام. رايح شوف الدي جي، يعني نحن مو جايين مشان نقعد، بدنا نغير شكل. يعقوب عود. أنا هيك جاي على بالي، تركيني على راحتي. عفوا. مسيك، شو هاي؟ سمعت انه الليلة عيد ميلاد رفيقتك. بابا بابا غالية كتير هاي. مستحيل اقبل ابني يقدم هدية لرفيقته اقل من غيره. بابا انا ما بفهم بهالقصص، بس البنت اللي بالمحل هي نقت لي اياها، قدمه لرفيقتك. عن جد شكرا كتير لك. هذا واجبي. خود هدول، خود خود هدول من شان التاكسي. بابا شكرا كثير. احكي لنا انت رفيف، انت بصغرك كنت تهربي مثل كرام؟ انا ما كنت اهرب يعقوب بيك، بس كنت روح اتخبى لما اكون متضايقه لحتى ما حدا يشوفني.
تاخدي ألعابك معي؟ خالي إيه شو هالأسئلة يعقوب؟ لا ما كنت أخذ معي شيء، كنت أقعد لحالي. ما كنت تملي أنت وقعدي لحالك؟ لا ما كنت مل. عنا هونيك في خان قديم عمره أكثر من 500 سنة، بروح لهونيك وبقعد لحالي لحتى روق، وبتخيل العالم يلي كانوا عايشين بقلبه. مثل أفلام الرعب. لا أبدا ما في شي بخوف. لتكوني عم تحكي عن خان كورشون؟ أي صح، خان كورشون. من فترة سمعت إنهم عم يصلحوه وصار حلو كتير. حضرتك كمان بتحبه؟ إيه بحبه كتير، كل ما بروح بعمل له زيارة، مكان كتير مميز. أنا كمان. شو رأيكم نزوره كلنا؟ الكنافة اللي هنيك كتير طيبة، شو رأيك ديما؟ لا تحسبوا حسابي. إيه منروح، أنتوا قرروا، أنا مستعدة أقنع لديما. إيه بس ما في روحة قبل ما أرجع من لندن. والله ما رح نستنى، ما هيك رفيف؟ ما بعرف. شكرا، لا تمسكيني، بلش اللي اجيت من شانه. بتشربي كحول؟ لا مو جاي عبالي. خايفة توقعي من طولك إذا شربتي معي شوي؟ أوف شو عم تحكي بلا سخافة. جيب لي 2 بيرة. وهلا اثبتي قديش بتتحملي. خلصنا بقى سحر بلاها. اللي بيخلص قبل التاني هو رح يربح. ايه وشو هو الشرط بقى؟ طيب إذا أنا ربحت فوراً بتنقلع. بس إذا أنا ربحت فوراً بترقصي معي ماشي؟ ها؟ سحر انتبهي اوعك تجني. شو الموضوع؟ الظاهر أني خفتي ما؟ يلا شباب شجعوا سحر. سحر 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 جبرت. سحر 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 مستحيل تفوزي. سحر 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 يلا بكفي هالقد، حط لنا شي رومانسي لو سمحت. ماشي. تسمح لي بهالرقصة يعقوب؟ من عيوني. شفتي كيف الكل صفق لي؟ وشفت كيف انقطع نفسك؟ بس عم قول يعقوب لو اتقل حالك شوي، أنت عم تدير شركة على سن ورمح، حلوة منك هالحركات هي بالله؟ أنا الرقص بدمي حبيبتي مو بإيدي. خلينا نرقص حياتي. يلا ما تخجلني. رفيف بتحبي ترقصي معي؟ شكرا كتير كرم بيك بس أنا ما برقص. لك انت شو بدك بهالقصة؟ حلو حلو. انا ربحت، يلا قومي رقصي. شو
شو ما بدك ترقص معي؟ يسلموا، ما بدي أنا رقصي مع حدا تاني. مالك رايق اليوم؟ ليش كرم ما رقصها لهلا؟ يلا يمكن البنت خجلت ترقص معه، شو بدنا نعمل؟ كله تحت السيطرة شكراً. أنا في عندي خطة. شو هي؟ أنت رقصي كرم. كرام، انت ما رقصت ابدا. انا مو فارقه معي مرت خالي، لكن رقصتني الي. يلا قوم. رفيف، وانت ما بدك ترقصي؟ شكرا يعقوب بيك، ما بدي. يلا تعي معي لقلك. يلا اختي ما بتحب ترقص، تعي معي. يعقوب بيك صدقني ما بعرف ارقص. يلا تعي يعقوب بيك. هلا بتتعلمي، تعي. هذا اللي ناقصنا. عندي إلك مفاجأة. شو هي؟ بعد شوي بتشوف. يعقوب بيك لو سمحت خليني أقعد، أنا ما بعرف أرقص. ليك الشغلة سهلة، امسكي إيدي وحسي بالموسيقى شوي وبكفي تعيش الألحان لترقصي. كنت عم استنى هاللحظة من زمان، ماني مصدق حالي. بتعرفي انه انت اكتر وحدة رح اشتاق لها، بس ما قدرت اني احكي، تلبكت. كرم بيك لا تقولي اي شيء، خلينا عم نرقص وبس. اصلا انا بدي روح بعد شوي. تكرمين. مستحيل انسى هاليوم بحياتي. بتعرفي شو بتمنى هلا؟ انه قصتنا تبلش من هالرقصة ونتعرف على بعض ونتقرب، صداقتنا تقوى ونتعلق ببعض اكتر، وهذا اليوم يكون اول ذكرى حلوة إلنا. بس نحنا مو اكتر من رفقات. ايه هلأ رفقات،
خلينا نمشي. بدنا نمشي. يلا شباب بلا ما تتأخر. ماشي خالي. شو صار لك؟ ليش ما حاولت تقرب منا أكتر؟ شو بدك مني؟ فهميني؟ شو بك انت منتبه على اللي عملته؟ شو عملت؟ ها؟ اجيت لهون لحتى ما تزعلي، بس مبين مو فارقة معك. سليم مو معقول انت بهدلتني، لازم تفهم بالأول. لوين؟ لوين بدك تروح؟ سليم الحقوا بسرعة. لك لوين رايحين؟ دخيلك يا كرم، دير بالك على حالك هنيك ماشي وحاكيني دائما. طيب أمي لا تاكلي هم أبدا. كرم دير بالك على حالك. يلا بخاطرك. مع السلامة. حاكيني إيه؟ ماشي خالي، رح اشتغلك. يلا نشوف. روح توصل بالسلامة، مو مطول. يلا كرم أفندي. خالي أنا بطلع بروح بالتاكسي لحالي. معقول لك خالي؟ أنا رح وصلك على المطار. خلاص بلا ما تسوق بعد هالشرب كله، أنا بدبر حالي. أنت متأكد؟ ايه متأكد. دير بالك على حالك. ماشي الله معك. انزل من السيارة يلا، لأنه بدنا نحكي. خير شو المطلوب؟ وقف شوي هون. لحظة هلا برجع. لك أخولك، شو عم تعمل أنت ويا أولا؟ سليم؟ اليوم مو على طبيعتك، شو المشكلة؟ لا
ليش؟ شو صاير؟ كل شيء طبيعي. شوفي ديما، مجرد وجود هاي البنت بيناتنا وعم تتعامل كأنه واحدة من العيلة مضايقني كتير. طبعاً أنا الوحيدة اللي متضايقة منها، ليك الكل مبسوطين فيها، وإنت كمان كنت مبسوط بوجودها. قضيتوا السهرة عم تحكوا وما خليتوا شي ما حكيتوا عنه. أنا ما عزمت رفيف لهنيك، وما كنت حابب تروح معنا أساساً. متأكد؟ مبين عليك مبسوط. كرم ورفيف كرم ضعيف قدام البنت، وأنا عم حاول بعدهم عن بعضهم. ليش عم تحاول تبعدهم عن بعضهم؟ لأنه رفيف حبلة بابننا. أنت برأيك كيف كرم رح يتحملوا لهيك خبر؟ هذا السبب الوحيد؟ شو يعني الوحيد؟ يمكن غيران منه عليها. مالك طبيعية ديما، والله مالك طبيعية. عمران، وحياتك البنت حاطة عينة عليكم اتنيناتكم، عم تحاول تسرق لك عقلك بحركاتها، وعلى أساس هي بريئة. هالحكي هاد ماله مزبوط. انت كل يوم عم تبعد عني أكتر ومانك ملاحظ. عمران ديما، حكيك ماله أي معنى. حاش تخلي مشاكل، ما في هيك شيء. نوب، محمود برأيي عم تحاول على الفاضي. السبب؟ عمران بيك ما رح يقبل يعطيك رفيف، قد ما كانت الخطة تبعك ظابطة بيشتكوا عليك. أنا متأكد أنه خطتي ظابطة، إذا مو اليوم فبكرة رح ترجع. بس إذا رجعت أكيد عمران بيك رح يكون وراها. المصيدة جاهزة هون، لنتأكد إذا رح يمشي حالة. هاد ناولني مفاتيحك لنجربها. هلأ إذا بقيوا المفاتيح معي ما لازم تفتح محلك، وإذا بدك ياني رجعهم أنت كمان لازم تعطيني شي بالمقابل، برجع لك مفاتيحك. إيشو هالمحمود، هلأ فهمت. بالمختصر هي هي كل الخطة. فينا نحكي؟ اي طبعا. انبسطتي بالسهرة؟ مو متعودة على السهر، بس ما بعرف، المهم تنبسطوا. انت كنتي بتاخدي العقل، كل العيون كانت عليكي. بصراحة انا ما كان بدي روح ديما خانم، يعني شكرا خانم قصرت كتير وما قدرت خجلها. متأكدة إنه هيك صار؟